تواصل الحملة الوطنية للتطعيم جهودها الحثيثة في استقبال جميع المواطنين والمقيمين لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم حتى مساء أمس الجمعة نحو مليون واثنين وثمانين ألف شخص فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم نحو مليون وسبعة عشر ألف شخص كما حصل على الجرعة المنشطة أكثر من ثمانين ألف شخص